بالنسبة للموضوع اللي أنت تدخلت هسه فيه عيني. أي أنا تدخلت. أي تفضل. ماشي. أنا أحكي لك هسه أنا وين مدينتي شعلة. مدينة ماشي. الشعلة. تفضل. أي أنا أحب الشخص اللي يحكي لي أحداث. أي. مدينتي شعلة. قاعد بالحواسن. نعم. بالحواسن. نعم. بصفي النفايات طبعًا. صفي لزق هذا التبليط وبصفي وين المشروع مال الدهلة. أي. مع الحواسم صف النفايات. نعم. فمن طبل البيت البرج كارثة عندنا. صح. بيت تعبان إيجار أنا قاعد بير بالشهر 200. نعم. وفوق هذا كله ولو أخرج الموضوع. لا بالعكس. فوق هذا كل هذا قال له ريد البيت. وأنا هسه إيش بيه صار من هاي النفايات والبكات حزام ناري دا سامع بيه. شنو صار؟ حزام ناري بجسمي. اها سلامتك. اي من وراء هذا البق والنفايات اللي بصفنا. اي ما هو تلوث وقريب عليك يسبب امراض كل شعل. يعني انت عندك اولاد؟ اول البارحه طلعت اسمح لي برا لقيت نعم. النفايات بصف بابي جابه من ذهبها زين قالوا انت دبيتها. لا اله الا الله. قلت لهم اي اني قالوا اي انت. قلت لهم عمي راح اروح المستشفى المجاني اقول لهم انا مخبر. لا سلامتك ماكو غير لا صدق سلامتك يعني اذا انا يتهموني ذاب بالزباله بالشارع وانا اقول من الدفع. ابو مصطفى هذا المكان النفايات اللي تتكلم عنه هو مكب للنفايات؟ هذا صار له فتره طبعا مو يعني هو الامانه ترمي النفايات هناك؟ لا هو المواطن يرمي. يعني مو الامانه. لا مو الامانه. ايه؟ لا مو الامانه. الامانه تجي يعني الناس تشيل بس يخلونه وين على الشارع العام يوصل. فاهمك ابو مصطفى. انقطع